محمد سامحني على هذا المقلب لأن أنت اتحلفت بي، فأنت ما تريد ترحمني، أنا ما راح أرحمك أبد، أوكي؟ هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم فيديو جديد، ها عبالكم متت؟ لا ما متت، عمر الشقي بقي مثل ما يقولون أخواننا المصريين. اليوم حابة أصور لكم فيديو يخبل ويجنن. اليوم بسوي مقلب ما صاير بتاريخ اليوتيوب ولا مسويته أنا من قبل. طبعا شنو محمد وعد متابعينا باللايف بالتيك توك إنه يسوي بيا مقلب. طبعا راح أسوي بيه مقلب ما متوقع بحياته. الله شنو هيك فشي قنبلة، واو، ولا أنتم متوقعين من عندي أنا أسوي هيجي مقلب واطلع شريرة. شنو طلبت؟ هذا الدواء منين؟ من الصين. طبعا هذا شوفوا يساعد على نزول الوزن بس بنفس الوقت يخليكم ما تلحقون تروحون للحمام. شوفوا انا ايش مرسوم عليه، شوفوا ما يخلي ولا شيء بالامعاء، لسه ما جربته. ترى حقول محمد جبت لك منحف من الصين، تعال ابلع من عنده. واحنا هسه حاليا طالعين راح اسوي بيه مقلب. شلون تحلف فيها هو المتابعين بالتيك توك راح اسويها بيه. تعالوا شوفوا، لو انا بعدني ما خلصت داها اسوي ميك اب، خلي اخلص وبعدين نروح له. راح اقول له تعال ابلع من هذا قبل ما نطلع، من اليوم تبدي تبلع يوميه واحده لان هذا راح ينزل الكرش. زين بس خلي اخلص شويه هيجي. هاي اذا هنا ما تخلون فوق العين شي ورديه تبينون مريضين، بينون صدق مريضه، رغم اني صدق مريضه. واليوم راح اروح اضرب بعد ابر الغاز مره لاخ لان الالم بعده ما راح من عندي، رغم اني مريضه وبس دا اسوي خبافه. شايفين هيجي؟ بس تدرون ليش هيجي دا اخبث؟ انا ما تطلع مني هاي السوالف، انا ما تطلع من عندي هاي السوالف بس لان تحلف فيا بالتيك توك ويا المتابعين. زين وقال لهم هيجي راح اسوي بيها. طبعا هواية سئلوا على هذا الباودر مال الحواجب، هيجي يكون شكله هاي العلبه مالته، ما جاي تفوكس. المهم تلقوه بالروزمان موجود، فخلوني شويه هم اسوي حواجبي. محمد سامحني على هذا المقلب لان انت اتحلفت بي، فانت ما تريد ترحمني، انا ما راح ارحمك ابد، اوكي؟ ردها ان استطعت. ردها علي ان استطعت. لانه هيجي طلعه سريعه، ميك اب يصير نخليه يبين طبيعي، يعني مو كنتور وما ادري شنو هاي السوالف، لا. بس اذا عزومه هيجي طالعين رايحين لحد سووا كنتور ومنتور وذن السوالف. هلا هلا بسورها ونورها، شنو عيني انت صار لك ايش قد تسوي دايت وتسوي ذن السوالف وما ضعفت؟ واني ام قلبه الحنين سويت طلبت لك دواء من الصين النوب والله ايه؟ واجا الدواء ايه؟ اي لازم تاخذ من عده. ليش؟ وهسه باسبوع راح ينزل الكرش مالتك علي ان شاء الله. هسه جرب وشوف وقول مرتي ما تحبني مره ثانيه واحكي علي يا عود. وانت من حاكي عليك؟ تحكي علي ام قرايبك. ها اي خوش والله هم قالوا لي ضحايا. انت تاكلين جردين ماما؟ ها؟ لا ما اريد شكرا. يلا انطيني. شنو؟ جبت له دواء يخبل ويجنن. وانت تاخذين منه؟ لا انا ما اخذ، انا عادي اذا مسوي دايت وما عندي مشكله. هذا طلبنا انا اياه؟ اي اي طلبناه من الصين. شي تريد تاكل اكل بس شذب. ابلع حبايه. كذب. شنو كذب؟ كذب عليه كان قبل هذا شوفه. خبل ويجنن. هذا مثل هذا. الوفيرا بالاوليفيرا طبيعي. ايه ايه تعال يلا خل اعطيك حبايه. يلا عيني اخذ لك حبايه هسه قبل ما نطلع. اوقف خل اعطيك واحد. ها شنو هاي؟ هاي فيتامينات. ويا الفيتامينات؟ يلا خذ لك هاي واحده هم.
اوقف اجنب وايد. يلا هاي عمري بالعافيه الف عافيه. راح هسه الكرش يروح باكر. ها شمس انت شنو شجاج؟ ليش متفاجئ؟ لما اكثر من اللازم. هي شنو الفيلم؟ ما ادري والله، لان هي لان طلبته الي وصار الك فهي هذا ماتشا مو؟ ها؟ مرسوم عليه اوليفيرا. اوليفيرا اوليفيرا مرسوم عليه. ها؟ اي اوكي. يلا عيني خلينا نطلع. نروح نخلص شغلاتنا. يلا هلا يلا خلينا نطلع. باي 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 باي. ايش بتتوقعين ايش راح يصير؟ ها؟ تتوقعون ايش راح يصير؟ راح نطلع برا بالشارع. والله عندي هواية شغل لازم نسويه. هو اخذ الحباية، خلينا نشوف ايش راح يصير ويانا. يغني يوهان. منتعش. شلون هيجي تريد تسوي بيا مقلب؟ ها؟ شلون تريد تسوي بيا مقلب قوي؟ يلا ردوها ان استطعت. عبالك انا قليلة شار؟ لا. بعدنا ما وصلنا. أمة. ها؟ ايش بيك شو تريد؟ شو تسوي؟ هسه نروح للبيت وروح للحمام. هسه هسه راح نخلص المواعيد ونروح. تحمل. صدق تأزمت حي الوضعية لو شلون؟ يلا يلا هسه شوي نروح، إذا ما تقدر روح للبيت بعدين نرجع عنا. محمد شو جاك؟ اليوم مش ماكل؟ ها؟ عيب، أنت متربي؟ يا عادي سألها بيك، شو جاك؟ ها؟ ادم شو يقول؟ يلا نصعد. يلا خلونا نصعد. طبعا عندي موعد يم الدكتوره، لازم على السريع بس اكل شويه واروح. في تاكلي؟ ها محمد شو جاك؟ ها؟ اقول لك ربي. صدق والله؟ ايش فيك يا رجل؟ شنو هي؟ اني؟ لا والله هاي ضعف، هاي ضعف الحباية نوب. لا سوي زين شر ما يجيك، شايفين؟ والله يعني على قولة حنوش والله بالله. اي والله والله بالله. ابي هذا حشوش. وهذا ادم. هلا. هسه شفايف ليش يبسن؟ شفايفك يبسن؟ القرآن شفايف يبسن وراسي يوجعني. خطية. شنو خطية؟ خلص سوي غدا على السريع. خلص سوي غدا على السريع. طبعا هسه طلعنا وعفت محمد بالبيت. محمد كان المفروض يجي وياي للطبيبة النسائية، اخذت له موعد على مود. هسه تقولون طبيبة النسائية شو تسوي محمد؟ على مود ابر الغاز، ف ما قدر. خطيه صور بيفس شيء يعني فظيع، بس يعني هذا مفعوله كل زين هاي الحبوب. طلعنا من الدكتوره طبعا هم ضربت الاوبر، بس اليوم يعني ماكو، بقيت بس شويه سولفنا وياها انه الالم الحمد لله اختفى، بقى بس الالم مال الاوبر. تعالوا خلينا نشوف الحج صار بي اليوم. خطيه ها حجي شو راح من يمي؟ شو متدثر؟ شو راح من يمي بهذلتيني؟ ليش؟ بهذلتيني؟ مو زين اريدك تضعف. لا والله السوالف هاي. ها والله قوم من يمي. قومي. زين اقول لك الصدق؟ لا تقولي لي. خلي اقول لك. يلا قولي. هاي حباي مال اسهال وسويت بيك مقلب. ادم ادم. ما ادري والله شفتك. ها؟ سويت بيك مقلب. شلون تقول للمتابعين بالتيك توك؟ انه انت راح تسوي بيها مقلب قوي بدون ما انا اعرفه. غيرت مريضة وبطلت من المقلب؟ ها؟ غيرت مريضة وبطلت من المقلب؟ وانا استغليت الوضع، عرفت انه انا مسوي بيك مقلب؟ لا والله. شلون خلصت يومك؟ خرها بغيرها. واخريتش مني. قومي. ارجوك. بلا صياح. خيرها بغيرها. يلا يلا خيرها بغيرها ان شاء الله. ها هم تسوي بي مقلب بدون ما اتوقع؟ انت مو قلت اسوي بيك مقلب اتحداك اذا تعرفينه مقلب؟ اي انا سويت بيك مقلب بدون ما عرفته مقلب. شنو رايك فيك؟ ما ادري، انا غير مأمن بيك مخلي لي عدوك ثاني. اه والله العظيم. لا انت شلون تقول للمتابعين؟ ها
شلون تقولي لهم انا اسوي بيها مقلب بدون ما تعرف مقلب؟ ما اذيك انا دا اسوي بيك. وانا هم ما اذيتك. شنو ما اذيتك الدنيا سويت باب الشرجي؟ والله راح تضعف. انا جبته منحف اصلا. بس هم يقولون اللي يبلع هاي الحبايه لازم ما يطلع من البيت. شاتلتني ساعه برا هناك بالشارع. احلى مقلب حبايبي، كتبوا لي شنو رايكم بهذا المقلب؟ لا والله وخاصه اللي كانوا ويانا بالبث المباشر وقال لكم راح اسوي بها مقلب بدون ما تدري مقلب. ها كتبوا لي شلون المقلب؟ والله العظيم لو ما مريضه كان سويت بيك. يمه انت كل مره اسوي بها مقلب وانا ما احكي. يعني حتى خليتيني ما اروح للدكتوره. أنا أنت ما تريد، أنت تحب الحاجز. هذا اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة. والله. زين هناك شنو قضيها رايح؟ هي صنطة هناك. أنا هم. والله. موجود يمك الحمام وتروح. والأصوات. لهنا خلاص حبايب قلبي هذا المقلب الحلو، خلص الفيديو، لايكات مشاركات، ها وكتبوا لي شنو رأيكم بالمقلب، حبكم كومنت وانتظرونا بالفيديو الجاي، باي باي.